الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد، ها نحن نطل عليكم من جديد عبر الإصدار السادس من سلسلة إرشاد وإنشاد، وهو إصدار أردنا من خلاله أن نذكر أنفسنا ونذكركم بأمر لا إلغاء له ولا تأجيل يهجم على النفس فجأة، سواء ذكرناه أم لم نذكره، فلا بد أنه سيقع علينا في الوقت الذي شاء الله أن يصيبنا، فحري بنا أن نذكره علنا نستيقظ من غفلتنا، ألا وهو الموت.